السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة كل يوم جمعة من وورد سبورتس. طبعا أسبوع كان مهم جدا جدا خاص بالفيفا ديتس أو بالأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات وبطولات مختلفة، سواء تصفيات أمم أفريقية مؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية أو دوري الأمم الأوروبية، واللي كان فيه أحداث مهمة جدا جدا جدا، وده كان الحدث الأبرز خلال الأسبوع الماضي، بغض النظر عن وجود بعض الوديات اللي لفتت الأنظار زي البرازيل في المواجهة الودية مع منتخب أوروغواي. لكن دوري الأمم الأوروبية زي ما احنا كنا دايما متعودين على ان الفيفا ديتس بتكون فيها بعض الأحداث الهادئة، لكن آخر جولة من تصفيات الأمم الأوروبية أو دوري الأمم الأوروبية زي ما بيطلق عليه كانت أحداثه ساخنة جدا، وتم تأجيل صعود تقريبا الأربع مجموعات من أبطالها إلى الجولة الأخيرة. كنا شفنا مباراة ألمانيا وهولندا وما فيها من إثارة وما فيها من تألق لفيرجيل فان دايك، والكلام اللي هنتكلم عليه كتير جدا بالتفصيل بعد ما طبعا هنروح الفاصل. نيجي هنتكلم في كل الأحداث المهمة، فيرجيل فان دايك صاحب هدف الفوز أو هدف التعادل اللي صعد به منتخب هولندا إلى دور قبل النهائي. كمان شفنا بلجيكا والسقوط الكبير، بلجيكا ثالث العالم بتسقط أمام المنتخب السويسري بخمس أهداف، تألق شاكيري كان رائع جدا وقدر أنه ينقل المنتخب السويسري من المركز الثاني إلى المركز الأول. شفنا البرتغال وصعود سهل ومريح في مجموعة بتضم المنتخب الإيطالي والمنتخب البولندي، أما المنتخب الإنجليزي كالعادة بيفاجئ الجميع في 2018 بمستويات جيدة بعد ما كلنا فوجئنا به بكأس العالم وصعوده إلى قبل النهائي واحتلاله المركز الرابع في البطولة، كمان بيفاجئ الجميع بفوز على المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف بعد ما المنتخب الكرواتي أحرز هدف، نجح المنتخب الإنجليزي في إحراز هدف التعادل وهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، طبعا هدف عن طريق هاري كين المنقذ للمنتخب الإنجليزي دائما وأبدا في الفترة الأخيرة. المنتخب الإنجليزي عنده كل فترة بيكون عنده مهاجم من الطراز الفريد، زي ما شفنا ألان شيرر، زي ما شفنا روني، زي ما بنشوف هاري كين، كلهم مهاجمين على أعلى مستوى، لكن المفاجآت بتكون في هبوط المنتخب الكرواتي وصيف العالم 2018 إلى المستوى الأدنى وهو المستوى رقم 2 أو المستوى بي بمسميات دوري الأمم الأوروبية، لكن هنشوف مين هو هيكون بطل المستوى الأول. لكن طبعا هنشرح لحضراتكم إيه هدف دوري الأمم الأوروبية وإزاي بيتأهل أو مين هو اللي بيتأهل مباشرة إلى بطولة الأمم الأوروبية، وإيه اللي يحصل، هل في تصفيات أمم أوروبية ولا لأ، ولا دوري الأمم الأوروبية بيغني عن تصفيات، كل الكلام ده هنعرفه أكيد. لكن طبعا الأسبوع اللي جاي أو يوم السبت بكرة إن شاء الله هيكون بداية شيقة جدا جدا لدوريات أوروبية بتعود إلينا من جديد، عندنا طبعا ليفربول بيعود في الدوري الإنجليزي، وكمان مباراة قمة بكرة ما بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة علشان يعود لنا الإثارة من جديد، كمان الثلاث والأربع جولة مهمة جدا 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 في الشامبيونز ليج أو دوري الأبطال أوروبا، علشان يعني نعرف أكثر مين الفرق اللي هتكون ضمنت وصولها إلى مرحلة دور 16. يوم الخميس كمان عندنا مرحلة مهمة جدا من الدوري الأوروبي لفرق قوية جدا موجودة زي أرسنال، زي تشيلسي، زي إيسي ميلان، زي فرق كتيرة جدا جدا موجودة بتشارك في دوري الأمم الأوروبية، وكمان لاعبين المحترفين هنتابعهم. كل ده هيكون موجود معنا إن شاء الله بعد الفاصل اللي هنروح ليه ونرجع نكمل مع حضراتكم في وورلد سبورتس، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس. طبعا ده كان بمناسبة مباراة بكرة ما بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني، وبالتالي كنا لازم نكون معاكم بمقدمة إسبانية. لكن قبل ما نتكلم على لقاءات بكرة إن شاء الله ونتكلم أيضا على لقاءات الأسبوع الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، تعالوا نروح لأغلفة الصحف العالمية علشان نتابع ما هو الجديد في أغلفة صباح اليوم، وبداية من الصحف الإيطالية لجازيتا ديلو سبورت الإيطالية.
العنوان في جازيتا دولو سبورت بتتكلم على البلاك فرايدي. كلنا عارفين البلاك فرايدي هو يوم فيه خصومات كتيرة جدا في كل يعني كل المجالات المختلفة، سواء الملابس أو سواء الصناعات، أي حاجة بيكون فيها تخفيض. فبتتكلم على كرة القدم وبتقول سوق الانتقالات في البلاك فرايدي حان الوقت للعروض الخاصة، 50 لاعب للبيع قبل صراع يناير، رافينيا خصمه 34% وفابريجاس 50% وأرن رامسي 67% ودارميان 40%. يا لها من صفقات. وفيدال ومالكوم يمكن أن ينتقل مجانا، وإبراهيموفيتش مين يعرف، وميلان يسير بأقصى سرعة في الصفقة، 6 شهور مقابل 3 مليون يورو. نروح لكوريا دو سبورت ولسه مكملين مع الصحف الإيطالية، بتتكلم على مشكلة مضاعفة للميلان وهيجوين ألم مزدوج. اسم ميلان بعد طرد هيجوين في مباراة يوفنتوس الأخيرة وتم إيقافه مباراتين، غياب هيجوين وكمان مشكلة هجومية في فريق ميلان هتبقى الموضوع صعب جدا على اسم ميلان في المباراة القادمة في الدوري الإيطالي. طبعا كمان بتتكلم على أن أنشيلوتي بيقول نعم لكافاني، يعني طبعا في كلام على ان كافاني ينتقل من باريس سان جيرمان في لاحدى الانديه سواء في يناير او في الانتقالات الصيفيه، لكن نابولي بيحاول جاهدا ان هو يستعين بخدمات المهاجم الاورجواياني في شهر يناير القادم. ومودريتش يحرر نفسه تقريبا من اسبانيا، في يونيو الكرواتي سيغلق ملفه مع ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي يريد الاستثمار في مبابي. يعني مودريتش ممكن نشوفه في الموسم القادم في الدوري الايطالي بقميص انتر ميلان، وان فلورنتينو بيريز بيحاول جاهدا انه يتعاقد مع امبابي علشان يستثمر فيه ويقدر ان هو يستفيد منه نفس الاستفاده اللي استفاد بيها في وجود كريستيانو رونالدو. نروح لتوتو سبورت الايطاليه وثلاثي مندس في اجتماع القمة مع وكيل رونالدو، مدير يوفنتوس لن يتحدثوا فقط من أجل قدوم روبن نيفيز في يناير، وعايزين دخية وخميس رودريجيز كصفقات محتملة في الصيف. تخيلوا حضراتكم أن دخية وأن جيمس رودريجيز من أهداف تعاقد نادي يوفنتوس، وبالتالي لو ده حصل وأنا أعتقد أنه هيكون صعب جداً ريال مدريد بعد التألق اللي بتألق فيه خميس رودريجيز انه يفرط لنادي يوفنتوس. وكمان دخية على فكره عقده قرب ينتهي بنهايه الموسم الحالي، لسه ما جددش عقده مع مانشستر يونايتد، وبالتالي لو ده حصل يوفنتوس اعتقد انه هيكون صعب جدا ان اي حد في العالم يقدر يوقف الفريق ده بالنجوم اللي موجوده عنده، برونالدو بديبالا بنجوم كتيره جدا موجوده. وأنشيلوتي طبعا تصريح تاني عن كافاني، أود تدريب كافاني في رغبة صريحة من مدرب نابولي أن يعمل مع مهاجم باريس سان جيرمان، وإنتر في خطر خلال شهر يناير، وتشيلسي يريد سكرينيار، وجالياني يقول إبراهيموفيتش إلى الميلان. كله كلام لكن لسه ما فيش حاجة حقيقية 100%. نروح للصحف الألمانية، الصحف اللي بتكون أقرب إلى الحقيقة في مجالات الرياضة المختلفة. أول جريدة موجودة معنا فوزبول بيلد الألمانية، بتتكلم على باكو الكافير أنه مهاجم دورتموند خلاص أن هو على بعد خطوات من تعاقده رسميا مع بروسيا دورتموند، وأن أن بروسيا هيفعل خلاص بند الشراء، وكمان هو بيحتفل بهدف جديد في شباك ماينز يوم السبت، علشان في كلام او باكو الكثير بالمناسبه ليه بيتكلموا على انه هدف متوقع ان هو يجيب هدف بكره في لقاء يوم السبت امام ماينز، عشان هو شارك في 9 لقاءات احرز 8 اهداف، وبالتالي بنتكلم على ان كل مباراه بنسبه 95% لما بينزل بيكون مشارك في هدف او بيحرز هدف، وبالتالي يوم الاحد كمان هيتم تفعيل بند شرائه من اعارته لبرشلونه. فهو اللاعب عنده بكره هيحتفل بهدفه، دي جريده بيلد متوقعه، وان يوم الاحد هيحتفل كمان مره بشرائه 100% لنادي بورسيا دورتموند. والغلاف ايضا بيضم عنوان ان رومانيجا قد يجدد، وان ده معناه ايه؟ ان في اشاره لامكانيه بقاء كارل هاينز رومانيجا رئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في منصبه. كان في كلام على فكره ان اوليفر كام هو اللي ممكن يكون الرئيس القادم لنادي بايرن ميونخ، لكن ما نعرفش الامور في بايرن ميونخ، الامور معقده جدا والامور مش مستقره في الفريق البافاري. كمان فريق البافاري بيبتعد عن فريق بروسيا دورتموند ب7 نقاط.
نروح لصحف اسبانيا ونبدا من جريده الماركا ونشوف كلامهم ايه على دوري جديد او اسبوع جديد من الدوري الاسباني. شهر سانتياغو سولاري 3 أهداف امام المدير الفني، الاول ان هو يوصل الفوز في الليجا لتقليص الفارق ما بين برشلونه، ثم يتجاوز فريق روما في دوري الابطال لضمان احتلاله المركز الاول في مجموعته بالشامبيونز ليج، والفوز بكاس العالم للانديه اللي هيكون ان شاء الله في شهر ديسمبر القادم. وان اوضحت صحيفه ماركا ان حديث الساعه الان في اتلتيكو مدريد هو ضروره تحقيق الفوز على برشلونه بكره في الدوري الاسباني في المباراه المنتظره، لكن اتلتيكو مدريد عنده مشكلتين، اول حاجه ان جودين بيغيب رسميا عن المباراه، وفي كلام ان خوان فران اشتكى في بعض الالام اللي كانت موجوده في تدريب الاخير النهارده لتدريب اتلتيكو مدريد. والصحيفه نقلت تصريح على لسان كريم بنزيما أكد فيها أن مسؤولية تسجيل الأهداف أصبحت على مسؤوليته أو على عاتقه منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس. نروح لموندو ديبورتيفو ونشوف بتتكلم بتقول إيه عن الدوري الأسباني. تتكلم على نيمار، دور نيمار بعد الكشف عن رغبته في العودة لبرشلونة، من المحتمل وجود صراع حاسم مع إدارة باريس سان جيرمان في الكامب نو إن هم يقبلوا بعودة نيمار، لكن يجب أن يجتمع مع بارتينيو رئيس النادي ليعبر عن رغبته ويستمع لشروط النادي. وأبرزت الصحيفة أن أنطوان جريزمان تواصل مع برشلونة قبل حسم قراره بتجديد العقد مع أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، لكن كده جريزمان جدد عقده خلاص مع فريق أتلتيكو مدريد. وكمان جريدة موندو ديبورتيفو نوهت أن موريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام اتخلى عن خدمات لاعبه كريستيان أريكسون لصالح الفريق الملكي، أن في كلام أن ريال مدريد عايز كريستيان أريكسون، وده اللي قبل من الرفض من موريسيو بوكيتينو مدير الفني الحالي في توتنهام. نروح لجريدة سبورت، وثنائي برشلونة يستعدان لغزو واندا متروبوليتانو. واندا متروبوليتانو هو ملعب فريق أتلتيكو مدريد، والثنائي هم لويس سواريز وليونيل ميسي. الصحيفه اتكلمت قالت ان تعلق كبير للثنائي سواريز وليونيل ميسي قبل مواجهه روخي بلانكوس، وبعد القضايا الاخيره في قلعه النادي الكتالوني حيث انكر والد رافينيا الكانتارا امكانيه رحيل ابنه عن برشلونه. واوضحت الصحيفه ان في حاله مشاركه سيرجيو بوسكيتس امام اتلتيكو مدريد انه هيكمل المباراه رقم 500 بقميص برشلونه. بالمناسبه هقول لحضراتكم بما ان احنا بنتكلم على الخبر ده، هنقول لحضراتكم بعد ما اخلص اخباري الصحفيه مين اكتر لعيبه لعبت بقمصان برشلونه في تاريخ النادي لحد الوقت الحالي. نروح لجريده اس الاسبانيه، وكاسياس ما حدث مع مورينيو لن يتكرر معي مره اخرى، واصابه خوان فران واقتراب ابيدال من اللعب اساسي في مباراه برشلونه واتلتيكو مدريد، وروخي بلانكوس يختبر ارضيه ملعب متروبوليتانو، وجمهور البوكا جونيور يملا المدرجات في تدريبات فريقه، والاف من الاشخاص ظلت خارج الملعب من اللابومبونيرا، وخروج فرناندو الونسو من مسابقه الفورمولا 1 لجائزه ابو ظبي الكبرى، وربما يعود في ابريل القادم. ونروح للسوبر ديبورتي، وابرزت تحضيرات فالنسيا لمواجهه رايو فايكانو في اطار الليجا، وطبعا اشارت الى تاهب لاعب الخفافيش لخوض المباراه من اجل استعاده النتائج الجيده. اخيرا نروح للصحف البريطانيه وصحيفه الميرور، اجويرو يصر على ان السيتي لا يقاوم اذا استمروا في اللعب بافضل حالاتهم. واخيرا الديلي ستار، ماني المبتسم يوافق على 5 سنوات جديده، شايف خطوه مهمه جدا 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 في خطوه جديده في استقرار لاعبي فريق ليفربول، ان هم خطوه بخطوه بيحاولوا ان هم يمددوا عقود نجومهم زي محمد صلاح، زي فيرمينيو، زي ساديو ماني، علشان اللعيبه طول ما هي مستقره بعقود دايمه تقدر ان هي تؤدي افضل ما لديها داخل الملعب. نعود لحضراتكم من جديد في حلقتنا اليوم، وفي كلام كتير جدا معانا هنتكلم عليه، لكن زي ما قلنا لحضراتكم ان في بوسكيتس لو في حاله مشاركته في مباراه بكره ان شاء الله، هو اعتقد ان هو هيشارك بنسبه 100%، فانه هيكون 500 مباراه بتيشيرت برشلونه، لكن اكثر من لعب بقميص برشلونه في تاريخ النادي لحد وقتنا هذا هو تشافي هرنانديز 767 مباراه، يليه انيستا 674 مباراه، وميسي 650 مباراه. ميسي قدامه 14 مباراه علشان او 24 مباراه علشان يحطم رقم انيستا، وهو يكون في المركز الثاني
بعد تشافي هرنانديز. اما ميسي زي ما قلنا 650 مباراه، وبويول 593 مباراه، ونيجلي 549 مباراه، وفيكتور فالديز 535 مباراه، وسيرجيو بوسكيتس 499 مباراه. لو لعب بكره هيكون دخل في 500 مباراة ويكون صاحب المركز الثامن في عدد المشاركات بقميص برشلونة. طبعا عندنا مباراة بكرة هتكون مباراة قوية جدا جدا. يعني كلنا بدأنا نتابع الكرة اللاتينية وكلنا محبين للكرة اللاتينية، لكن كلنا دايما كنا متعودين على المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم أو بطولة أمريكا الجنوبية، لكن بعد ما الديربي اللي هتكلم حضراتكم عليه ده بدأ أنه هو يعني الناس تتكلم عليه أكتر، وبدأ أنه هو الأنظار يلفت انتباهها، وبدأ أن الصحف كلها في مختلف العالم يكتبوا على المباراة أيا كان فين موقعها، سواء كانت في دوري أو في كاس أو في مباراة ودية أو لأول مرة في تاريخ البطولة تكون مباراة كوبا ليبرتادوريس والنهائي ما بين طرفين أرجنتينيين سواء ريفر بليت أو بوكا جونيورز، اللي بكرة إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت القاهرة هيكون أو هتكون المباراة الثانية أو مباراة العودة للمباراة النهائية، علشان هي دي المباراة اللي هتكون حاسمة للبطولة. المباراة الأولى انتهت 2-2 ما بين الفريقين، كانت في ملعب لا بومبونيرا الملعب الخاص ب بوكا جونيورز. وكمان هيكون طبعا احنا عارفين ان النتيجه كانت كارثيه بالنسبه لجمهور بوكا جونيورز ان انت تتعادل على ملعبك 2-2، يعني ريفر بليت نجح في انه يحرز هدفين وبالتالي بيصعب المهمه اكبر او اكتر على فريق بوكا جونيورز في المباراه اللي هتكون بكره ان شاء الله على ملعب ريفر بليت الساعه 10 بتوقيت القاهره. مباراه تكون قويه جدا زي ما احنا عارفين، تعزيزات امنيه وكله بيكون على درجه استعداد عاليه جدا من كل الجوانب الخاصه بكوبا ليبرتادوريس. طبعا هي اول مباراه في تاريخ المسابقه تكون ما بين الفريقين في مباراه نهائيه. لو هنتكلم على المباراة بصفة عامة وبعض الإحصائيات والكلام الخاص بالمباراة، هنقدر نقول إن بوكا جونيورز طبعا المباراة الملعب كان مقفول تماما، ملعب التدريب الخاص ببوكا جونيورز كان فيه حوالي 55 ألف متفرج أو 50 ألف متفرج، ده غير الخمس تلاف اللي كانوا موجودين خارج الملعب. يعني كلنا بنشوف المباريات الرسمية بيكون فيها عدد من الجمهور رهيب، لكن تخيلوا حضراتكم إن تدريب أخير لفريق قبل مواجهة الفريق المنافس في بطولة مهمة جدا، فأنا أعتقد إن دي عمرها ما حصلت في تاريخ العالم لأي فريق في الدنيا أيا كان اسمه، إن عدد الجمهور اللي موجود من خلال التدريب ليه في الملعب يوصل لخمسين ألف متفرج، وكمان يكون في 5000 متفرج بره الملعب. كمان زي ما احنا عارفين ان هيكون في عدد تذاكر 66,000 تذكره خلصوا، مفيش خلاص تذاكر موجوده للمباراه، وكمان التذاكر دي خلصت من بدري، لكن عايز اقول لحضراتكم ان بعض التذاكر وصل ثمنها بما يعادل 4,800 يورو، بنتكلم حوالي بالعمله المصريه حوالي 100,000 جنيه، ده ثمن او بعض تذاكر المباراه اللي وصل ثمنها ل 100,000 جنيه مصري، وده طبعا رقم كبير جدا جدا في تذاكر المباريات. عدد رجال الشرطه اللي هيكونوا موجودين هم 2,100 شرطي هيبقوا متواجدين لتامين ملعب ريفر بليت بالكامل. وطبعا يعني في بعض التعليمات اللي تم الاعلان عنها عن للجمهورين، بنتكلم على جمهور بوكا جونيورز او بنتكلم على ريفر بليت، طبعا ان ممنوع الاصطحاب الالعاب الناريه لكن بيتم اصطحابها، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الجون خارج الديار في كوبا ليبرتادورس او خارج الملعب مش بيكون بهدفين، لكن التامين هيكون مهم جدا بالنسبه لجمهور كوبا ليبرتادورس، هيكون خاص ببوكا جونيورز هيكون كمان خاص بجمهور ريفر بليت، وبالتالي هنشوف المباراه ازاي هتخرج على خير، وان شاء الله مباراه تخرج على خير عشان كل مباراه بيكون فيها احداث داميه، لكن المباراه الاولى انتهت كويس بسبب وجود تعادل ما بين الفريقين، لكن ان شاء الله المباراه دي هتكون فيها مباراه ممتعه زي ما احنا شفنا 4 أهداف في ملعب بوكا جونيورز، ان شاء الله نشوف عدد من الاهداف اللي يقدر يمتعنا من خلال مباراه بكره تكون ان شاء الله الساعه 10 بتوقيت القاهره. كمان مباراه عندنا مباراه هتكون يوم الاحد ان شاء الله،
الساعة 9 بتوقيت القاهرة، مباراة نهائي كأس الكونفدرالية ما بين نادي الوداد أو نادي الرجاء الرياضي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي. طبعا احنا عارفين كلنا المدير الفني لنادي الرجاء الرياضي المغربي هو مستر جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الاهلي، وبالتالي اكيد بعيدا عن ان كل التوفيق اكيد لمستر جاريدو، كل التوفيق لاخواتنا المغاربه بتتويجهم باللقب البطوله. زي ما احنا عارفين ان مستر جاريدو هو كعبه عالي في البطوله، حققها لاول مره في تاريخ الانديه المصريه وخاصه مع النادي الاهلي، عشان تكون اول بطوله للنادي الاهلي حققها في الكونفدراليه الافريقيه، وكمان علشان يكون حقق اول لقب ليه في افريقيا، وكمان منذ توليه المهمه مع الفريق الرجاء الرياضي المغربي قدر ان هو يصعد بيهم للمباراه النهائيه. لكن فيتا كلوب خصم عنيد جدا، لكن في الاول وفي الاخر الاشقاء المغاربه كل التوفيق ليهم، فريق عربي نتمنى له التوفيق، وان شاء الله كلنا نكون داعمين ومساندين لفريق الرجاء في المهمه الصعبه امام فريق فيتا كلوب. فريق فيتا كلوب زي ما احنا شفناه في لقاءاته كل السابقه قدر انه يتفوق بعدد من الأهداف بينه وبين منافسيه، وبالتالي يستحق وجوده في المباراة النهائية، وكمان خصم قوي، خصم عنيد، هيقدر إن هم نشوف من الفريقين كرة ممتعة بكرة يوم الحد إن شاء الله الساعة 9 يوم 25 نوفمبر بتوقيت القاهرة. هنروح لدوري الأمم الأوروبية، وكلام كتير جدا عن الأسبوع الماضي في الفيفا ديتس، وإزاي بقى يعني ازاي اللقاءات كانت قويه، وهتكلم مع حضراتكم شويه عن بعض الاحداث. كلنا في الاول قلنا اللقاءات كانت يعني مش بالامتاع، وليه، ايه الهدف من الدوري الامم الاوروبيه، وايه ايه الاهداف اللي بتؤدي ليها، والناس كتير مش فاهمه النظام، مش فاهمه المجموعات، ومش فاهمه يعني ايه مستوى اول، يعني ايه مستوى ثاني، يعني ايه مستوى ثالث، يعني ايه مستوى رابع، يعني ايه مجموعات في المستويات، كلام كتير جدا جدا. طبعا عايز اقول لحضراتكم ان دوري الامم الاوروبيه هو غرضه في او ليه غرضين، الغرض الاول هو غرض تسويقي، الغرض الثاني ان هو يغني عن اللقاءات الوديه، وبالتالي منه قدر يستفيد الاتحاد الاوروبي انه الاربعه الابطال اللي هيكونوا ابطال الاربع مستويات سواء مستوى اول او ثاني او ثالث او رابع بيتاهلوا مباشره الى دوري او كاس الامم الاوروبيه، لكن ده لا يغني عن عدم وجود تصفيات للامم الاوروبيه. طب لو فريق من الفرق اللي تاهلت مباشره من خلال دوري الامم الاوروبيه الى كاس الامم الاوروبيه ولم يستطيع الصعود في التصفيات الى الامم الاوروبيه، ايه الحل؟ الكلام هنا بيقول ان فوزه بالتصنيف او ببطل التصنيف في الاول او الثاني او الثالث او الرابع يغنيه عن الصعود، وبالتالي ممكن انجلترا تكون في مجموعه تصعد ثالث او رابع، فبالتالي المركز ده لا يؤهلها الى الصعود الى كاس الامم الاوروبيه، لكن وجودها في مركز اول او فوزها بتصنيف ده يغنيها تماما عن الصعود، وبالتالي يحق للمنتخب الانجليزي مثلا على سبيل المثال ان هو يصعد الى كاس الامم الاوروبيه. لكن كلنا شفنا اكيد مباريات ممتعه، ابرز اللقاءات شفنا المنتخب الالماني امام المنتخب الهولندي، ومنتخب المانيا بعد ما تقدم 2-0 على المنتخب الهولندي، منتخب هولندا بيعود علشان يعيد زمن الطواحين الهولنديين من جديد، ويقدر ان هو يتعادل 2-2 هدف في الدقيقة الأخيرة لفيرجيل فان دايك علشان يقلب الترابيزة على الكل. لكن شفنا هل وجود فيرجيل فان دايك في المنطقة اللي قدر يسجل منها الهدف الثاني هل جه عن طريق الصدفة؟ طبيعي جدا، مفيش حاجة في كرة القدم بتأتي عن طريق الصدفة، كرة القدم بيكون فيها نظام، بيكون فيها سيستم، كل واحد في أرضية الملعب بيمشي عليها من إدارة، من جهاز فني، من لعيبة داخل الملعب. كلنا أكيد شفنا اللي حصل بعد المباراه، وده هنعرضه لحضراتكم دلوقتي، لكن بعد ما اخلص كلامي عن دوري الامم الاوروبيه بشكل عام، كلنا شفنا ان رونالد كومان المدير الفني الحالي للمنتخب الهولندي كان في بعد التغيير الثالث ورقه لفيرجيل فان دايك، لما اخذها وبص عليها لقى ان رونالد كومان بيقلب طريقه اللعب بوجود اثنين روس حربه منهم فيرجيل فان دايك من مركز المساك لمركز رأس الحربة، ده اللي احنا كنا بنشوفه مع مستر مانويل جوزيه في توليه للنادي الأهلي لما كان كابتن الجمعة
في بعض الأوقات كان بيلعب في مركز الرأس الحربة علشان بيجيد طبعا عنده قوة جسمانية كبيرة جدا، وكمان بيعرف ان هو يلعب بضربات الرأس، وبالتالي استغل فيرجيل فان دايك او استغل كومان وجود فيرجيل فان دايك في الخط الهجومي، وبالتالي بيستثمر كرة عرضية بينجح ان هو يحرز منها هدف التعادل والهدف المؤهل للمنتخب الهولندي علشان يقصي المنتخب الفرنسي من صدارة المجموعة، وكمان يطيح بيه المنتخب الألماني ويهبط مستوى أدنى. الفريق اللي بيحصل على المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية بينزل أو بيهبط إلى مستوى أدنى وهو المستوى الثاني، وبالتالي المنتخب الألماني في التصفيات القادمة من دوري الأمم الأوروبية هيلعب في المستوى الثاني، وبالتالي مكانة لا تليق تماما بمكانة الماكينات الألمانية. لكن لو هنتكلم أكتر كمان على الفرق أو المجموعات اللي احنا شفنا كلنا أكيد يعني تابعنا مباراة إنجلترا وكرواتيا واللي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 2-1 يعني في آخر دقائق المباراة، وبالتالي قدر ان المنتخب الانجليزي بعد ما اتكلمت في البدايه وقلت ان هو ينجح في وصوله الى رابع العالم في كاس العالم اللي كسبته فرنسا او المنتخب الفرنسي، قدر انه يصعد لدور قبل النهائي من دوري الامم الاوروبيه علشان اسبانيا تكون موجوده في المركز الثاني وكرواتيا تهبط الى المستوى الثاني. كمان بنتكلم على البرتغال وايطاليا وبولندا، البرتغال حسمت الموضوع بدري وبالتالي منتخب البرتغال هو اللي صعد إلى دور قبل النهائي، والمنتخب البولندي يهبط إلى المستوى الأدنى من دوري الأمم الأوروبية. كمان كلنا تابعنا يعني مستوى الثانية والثالثة والرابعة، لكن أكيد كلنا شفنا وتابعنا المستويات الأولى، هي دي اللي كانت عليها الكلام أو هي دي اللي كانت خطفت أنظار الجميع. كلنا شفنا احداث كتيره جدا يعني هنتكلم عليها لحظه بلحظه، لكن دلوقتي قبل ما نروح معاكم ونتكلم، قبل ما نروح نشوف التصنيفات وترتيب المجموعات ومين صعد ومين هبط الى المستويات الادنى، تعالوا نروح ونشوف رساله رونالد كومان اللي اتكلمت عليها وقلت ان كان في ورقه أخذها فيرجيل فان دايك واترمت في أرضية الملعب اللي عثر عليها بعض الصحفيين اللي صورها بعد كده، وكل الصحف العالمية كتبت وقالت على الموضوع اللي بقول لحضراتكم عليه. تعالوا نروح ونشوف ونتابع ازاي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي قلب طريقة اللعب ووجود فان دايك المدافع إلى مهاجم، ونرجع نكمل معاكم. طيب زي ما احنا شفنا وتابعنا ازاي فيرجيل فان دايك قدر ان هو يصعب المنتخب الهولندي بعد تعليمات صارمه من المدير الفني الهولندي رونالد كومان، لكن سريعا هنقول لحضراتكم المستويات الثانيه مين اللي صعد فيها ومين اللي هبط الى المستويات الادنى. المجموعه الاولى في المستوى الثاني اوكرانيا تاهلت الى الدرجه الاولى وتاهلت الى قبل النهائي، وسلوفاكيا هي اللي هبطت الى المستوى الادنى. السويد في مجموعه تضم روسيا وتركيا قدرت ان هي تصعد بسبع نقاط، و فارق الأهداف هو اللي صعد بالمنتخب السويدي، والمنتخب التركي بيهبط إلى مستوى سي. البوسنة والهرسك بالنسبة لي مفاجأة كبيرة جدا جدا بظروف الدولة اللي موجودين فيها، بظروف اللعيبة، إن بعض اللعيبة بيتم تجنيسها إن هي تصعد في مجموعة ضم النمسا وأيرلندا الشمالية، ده أنا شايف إن هو إنجاز، وكمان 10 نقاط ومنتخب أيرلندا عنده 0 من النقاط، والبوسنة بتصعد إلى المستوى الأول وكمان بتتأهل إلى قبل النهائي في المستوى الثاني. الدنمارك هي بطلة مجموعتها الرابعة على مجموعة بتضم المنتخب الويلزي والمنتخب أيرلندا. منتخب اسكتلندا بيقدر أنه يصعد بتسع نقاط في المستوى الثالث. اسكتلندا بتقدر أنها تصعد للمستوى الثاني وتصعد إلى المباراة قبل النهائي في مستويات المجموعات الثالثة. فنلندا تصعد ب 12 نقطة، والنرويج تصعد ب 13 نقطة، ومنتخب صربيا بيصعد ب 14 نقطة. منتخب جورجيا في ده مباريات المجموعة أو المستوى الرابع، جورجيا بتصعد ب 16 نقطة، وروسيا البيضاء ب 10 نقاط، وكوزوفو ب 14 نقطة، ومقدونيا ب 15 نقطة. يعني كلام كتير جدا جدا أو طريقة حسابات يعني معقدة، لكن بحاول إن أنا أبسطها لحضراتكم من خلال إن أنا أقول لحضراتكم مين هو المنتخب اللي صعد من الدور قبل النهائي، وكمان مين المنتخب اللي صعد إلى المستوى الأعلى، ومين المنتخب اللي هبط إلى المستوى الأدنى. نروح للمجموعة إيه، ودي أختم معاكم بيها في حديثي عن دوري الأمم الأوروبية وكلامي على
مرحلة المجموعات. المستوى الأول المجموعة الأولى، المنتخب الهولندي بيصعد إلى قبل النهائي، وبيصعد معاه المنتخب السويسري بتسع نقاط، والمنتخب البرتغالي بثمان نقاط، والمنتخب الإنجليزي بسبع نقاط. أما الأربع منتخبات اللي هبطوا إلى المستوى بي أو المستوى الثاني، منتخب ألمانيا نقطتين، والمنتخب الأيسلندي صفر من النقاط، والمنتخب البولندي نقطتين، والمنتخب الكرواتي أربع نقاط. مين هم الأربع منتخبات اللي قدروا إن هم يبقوا موجودين في النص؟ لا صعدوا ولا هبطوا، وبالتالي في التصفيات القادمة هيكونوا موجودين في نفس التصنيف. المنتخب الفرنسي مركز ثاني، المنتخب البلجيكي في المركز الثاني، والمنتخب الإيطالي في المركز الثاني، والمنتخب الأسباني في المركز الثاني. منتخب كرواتيا ومنتخب ألمانيا هم دول أكبر مفاجأتين موجودين في البطولة من ناحية الهبوط والصعود. طيب هنفكر حضراتكم تاني ان بمباريات يوم السبت او بكره اللي هتبدا معانا ان شاء الله، عندنا بعض اللقاءات اللي هتكون موجوده في الدوريات. هنبدا معاكم بلقاءات بكره ان شاء الله. بكره الساعه 10 في كوبا ليبرتادوريس مباراه ريفر بليت وبوكا جونيورز. الدوري الانجليزي عندنا مباراه مانشستر يونايتد وكريستال بالاس الساعه 5 بتوقيت القاهره، وويست هام يونايتد ومانشستر سيتي الساعه 5 ايضا بتوقيت القاهره، وفي نفس التوقيت مباراه واتفورد وليفربول على ملعب واتفورد، وعوده لمحمد صلاح من جديد بعد تالقه مع منتخب مصر الساعه 5 ان شاء الله بتوقيت القاهره. اما الساعه 7 ونص مباراه هتكون غاية في القوة والإثارة، مباراة توتنهام وسبيرز أمام نادي تشيلسي، والمباراة هتكون على ملعب ويمبلي معقل فريق توتنهام. تشيلسي بيسعى جاهدا إن هو يقرب من مانشستر سيتي، وتوتنهام بيسعى جاهدا على إنه يقرب هو كمان، وبالتالي هتبقى مباراة قوية جدا جدا، لكن ما أعتقدش إن هي تكون مباراة مفتوحة. الفريقين هيكونوا حريصين كويس جدا، كل فريق هيسعى إن هو يطلع بأقل الخسائر من المباراة. الدوري الإيطالي أودينيزي وروما الساعة 4 بتوقيت القاهرة، ويوفنتوس وسبال الساعة 7، أما إنتر ميلان وهيلعب الساعة 9 ونص إن شاء الله بتوقيت القاهرة. الدوري الألماني بايرن ميونخ هيلعب ضد فريق دوسلدورف الساعة 4 ونص، وماينز هيلعب الساعة 4 ونص في نفس التوقيت مع فريق بروسيا دورتموند. أما الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان هيلعب تولوز الساعة 6، وموناكو وكان الساعة 9 بالتوقيت القاهرة. يوم الأحد مباراة الرجاء الرياضي المغربي وفيتا كلوب في نهائي الكونفدرالية الأفريقية الساعة 9. الدوري الإنجليزي مباراة بورنموث وأرسنال في الدوري الإنجليزي. أما الدوري الإسباني أتلتيك بلباو مع ختافي، وأشبيلية مع بلد الوليد، وفيا ريال مع ريال بيتيس. أما يوم الثلاث والأربع إن شاء الله هيكون في لقاءات غاية في القوة، هنتكلم طبعا على أبرز اللقاءات. عندنا أتلتيكو مدريد مع موناكو، وباريس سان جيرمان مع ليفربول، ونابولي مع فريق ريد ستار بلجراد. بنتكلم على ان مباراه ليفربول وباريس سان جيرمان دي من ابرز اللقاءات، وهتكون حاسمه جدا جدا من يعني خاصه بليفربول. كلنا اكيد نتمنى ان ليفربول يقدر ان هو يفوز علشان المباراه اللي بعد كده تكون على ملعبه وسط جمهوره، هي مباراه نابولي، لكن باريس سان جيرمان عنده نفس الحظوظ وعنده نفس المقومات اللي تقدر تخليه ان هو يفوز على فريق ليفربول. المباراه الاولى انتهت بفوز ليفربول 3-2، لكن المباراه دي تكون على بارك دي برينس او ملعب حديقه الامراء في فرنسا. هل امبابي هيتعافى من الاصابه علشان يكون موجود في المباراه؟ هل نيمار فعلا بيشتكي من بعض الالام؟ كل ده هيبان في مباراه باريس سان جيرمان القادمه في الدوري، او كمان هنتكلم على مباراه ليفربول وباريس سان جيرمان. عندنا خبر مهم جدا في الدوري اليوناني، ان استبعاد عمرو ورده من قائمه باوك لمواجهه فريق في الدوري اليوناني، واتجاه لتجميده بسبب تكرار خلافاته مع مدربه الروماني لوتشيسكو. يعني كلام كتير، هنحاول ان احنا نجيب حد من اليونان علشان نتكلم معاه على عمرو ورده وايه اللي حصل بالتحديد. الكلام ده طبعا من الصحف اليونانيه، وبيكون يعني عشان ناكد الكلام او صحه الكلام هنحاول ان احنا نجيب تليفون من اليونان علشان نشوف ياكد او ينفي مصدر او
الخبر ده صحيح ولا لا، لكن اكيد احنا كلنا بنتمنى التوفيق لعمرو ورده لاعب منتخب مصر ولاعب نادي باوك اليوناني، ان هو يكون في علاقه طيبه ما بينه وما بين الفريق سواء لاعبين او مدير فني. اكيد من اللعيبه المتالقه في الدوري اليوناني، كمان حصل على افضل لاعب في الدوري اليوناني الموسم السابق، فنتمنى ان شاء الله ان هو زي ما بيحافظ على مكانته في منتخب مصر. يعني طيب زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنروح ل يعني تليفون مهم جدا من اليونان علشان نتكلم معاه اكتر على خبر عمرو ورده واستبعاده او تجنيده من فريق باوك. فكالعاده معانا الزميل العزيز بتروتس كوستس المذيع في اذاعه باوك ثالونيك اليونانيه. مستر بتروتس، هاو ار يو؟ How are you? Good afternoon from Thessaloniki. Yes, everything is good. Of course, at the beginning, we want to know what happened with Amru Arda. We all read the news that he is not in the list of the game of tomorrow. We know. We want to know what happened exactly to make sure if this news is correct or not. This news is correct, of course. He's out of the squad for tomorrow's game against Xanthi, out of the 18 players that Mr. Lucescu chose for this game. Yes. And it's obvious that he does not count on him. He doesn't see that he fits in his philosophy. And PAOK is trying to find one team to sell him on January. This is not something that is being said officially, but we all know that Mr. Lucescu cannot cooperate with Amru Arda, and PAOK is trying to find a team to give him, maybe to sell him or maybe to give him on loan on January. I will translate like always to the people and I'll be back to you. طبعا سألته هل الخبر ده صحيح باستبعاد عمرو ورده من القائمة ولا لا، وكمان هل قرار تجنيده صح ولا الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. قال لي الكلام ده صحيح، إن عمرو ورده تم استبعاده من القائمة اللي بتضم 18 لاعب من مباراة بكرة. وكمان لوتشيسكو المدير الفني الروماني لفريق باوك شايف ان هو مش قادر يتعامل مع عمرو ورده، ولا عمرو ورده عارف يتعامل مع سياسه لوتشيسكو، بالتالي في قرار ان هم يتم بيعه في شهر يناير او يتم اعارته ايا كان ايه الخيار اللي موجود. بتروتوس، اي ونت تو نو وات ميكس ذس هابن بتوين عمرو ورده اند لوتشيسكو. عمرو ورده از بلاينج ان ذا ناشونال تيم اور ذا ايجيبشن ناشونال تيم اند هيز دوينج جود بيرفورمانس، اند اوف كورس وين هيز باك تو باوك مستر لوتشيسكو ويل بي very happy about performance of Amru Arda. Like, but every time Amru Arda is getting back to PAOK, we found like a problem between Amru Arda and Mr. Lucescu. What happened? What did you expect the reason of the problems between Amru Arda and Mr. Lucescu? Yes, I suppose you remember that time when before one derby against AEK. Yes. Amru Arda was out of the mission because he made a discipline problem, and Mr. Lucescu punished him for 10 days to train alone. Yes. After that situation, he came little by little to the team, but he never managed to be one of the players in the basic lineup of PAOK. Mm. He took some chances, but the truth is, especially in the last game that he played in against Vidi in Hungary for Europa League, he didn't make what Mr. Lucescu asked him. He didn't like at all his performance. Mm. And after that, next game against Panetolikos, he was out of the squad again, out of the 18 players that Mr. Lucescu had chosen. The same has happened now. There is, I think now it's more, how we say, more definitive situation that Mr. Lucescu has decided not to count on Amru Arda, and PAOK is trying to find a team to give him, because they cannot cooperate together. This is something that we already know, we already have seen, that Mr. Lucescu thinks that he has given a lot of chances to Arda, and he didn't manage to fit to his philosophy. يعني سالته عمرو ورده بيلعب بشكل اساسي مع منتخب مصر، وانه طبيعي جدا لما يرجع لمديره الفني يكون مبسوط بحاجه زي كده، ان اللاعب اللي عنده بيلعب في منتخب بلاده بشكل اساسي، لكن في كل مره بيرجع عمرو ورده من المنتخب بيكون في بعض المشاكل اللي بتقابل لوتشيسكو المدير الفني او عمرو ورده. قال لي لو تفتكر، لو نرجع في الذاكره لورا الى مباراه ايك و
باوك عمرو ورده تم استبعاده من المباراه وكان قابل القرار بشكل فيه عدم احترافيه. وكمان عمرو ورده بالنسبه لمستر لوشيسكو اداله فرص كتيره جدا اخرها كانت في مباراه في اليوروبا ليج، وعمرو ورده ما نفذش الكلام اللي مستر لوشيسكو قال عليه وقال انه خلاص قرار بيعه او اعارته هيكون بشكل نهائي في شهر يناير. بتروتس، دو يو ثينك لون or they can sell him, which way, which solution would be better for both parties? Loan, for an example, like what happened last season, or maybe they can sell him. Or if they sell him, what do you expect about money for Amr Warda and clubs? Who will be interested for winning with Amr Warda services in January? And you know that January is too tight for more of the clubs to bring a new player to their teams. Yes, it depends, because we know that in previous summer PAOK was asking around 5 million euros. Yes, that was the clause in the buyout in the contract of the player. I don't know if this has changed because some months have passed from that time. Yes, this is something that it's not clear from PAOK. They don't say too much about the contract of Amr Warda. But on the other hand, with Mr. Lucescu, there are a few possibilities to change the situation and give a chance again for Warda. We hope, we all hope that the relationship between Mr. Lucescu and Amr Warda is getting better. And I think Amr Warda is a very professional player, and he's not a young player. And his adult, I think that he need to sit with Mr. Lucescu and they can speak and they can put some solutions. Mm-hmm. Do you agree? The truth is that they understand that if they want to keep in a high level the value of Warda, he must play. So I don't know if Mr. Lucescu will give him a chance, for example, in a Europa League game like Chelsea next Thursday. Yes. Because PAOK is in a very difficult situation. Yes, of course. For the qualification in the Europa League. Maybe in the championship he will not use him because the championship is the first target for PAOK and they want to take the title after 34, 35 years. But maybe he will take one chance on Europa League and after maybe on Cup game. So he can go to January just to have 2-3 more games and not be out of the squad. But I think on January, because in PAOK they understand that they cannot take a lot of money from him, they will try to sell him or in an alternative way to keep him on loan to play. Because if he does not play, he cannot bring money to PAOK. This is for sure. يعني سألته على هل إيه السعر أو إيه هل إعارة أو بيع ممكن يكون أفضل لعمرو وردة أو لنادي باوك. قال إن نادي باوك حدد من فترة سعر 5 مليون يورو لو حد عايز يشتري عمرو وردة، لكن قلت له عمرو وردة لاعب كبير، أعتقد إن هو ممكن يقعد مع لوتشيسكو ويحلوا الأمور بشكل ودي. قال لي يعني عمرو وردة عنده مشكلة إن هو عايز يلعب بشكل أساسي في على طول في الفترة القادمة، وكمان نفس الوقت إن دي حاجة مش مضمونة بالنسبة لمستر لوتشيسكو. قال يعني مثلا في مباراة قادمة لنادي باوك ضد نادي تشيلسي في اليوروبا ليج، وده مش مضمون هل عمرو هيلعب ولا لا، علشان خاطر موقف باوك صعب جدا في المجموعة. بيتروتوس، I want to know your opinion about also the Egyptian players who are playing in Greece. أحمد حسن كوكا is playing with Olympiakos and also Shikabala also is playing and Bassem Morsi was playing in the league. I want to know your opinion more about Ahmed Hassan Koka. Do you think he's adapting good with Olympiakos and also Shikabala? What is his situation with his team? Okay, Morsi had a problem with Larissa. You already know about his relation with Larissa. Yes. I think Hassan Koka, he played some good games, but I think he's trying to find some more goals. He's a good player, but you know, the striker is criticized by the goals. Yes, true. I think the fans of Olympiakos, they wait to see him score more. And Shikabala, as we see him in the last game, he's playing better. It was obvious that in the beginning he was not very fit. Now he's more fit. But the truth is that Apollon Zmemis is not in a good shape. It's not a very good team. They have problem. Maybe they will go down. They will relegate. But Shikabala is one of the few chances they have to do something good in the offense, to create some chances and score goals. We will see what will happen. I think that Greece was always
a friendly nation for Egyptian players. True. We all know that. Because we can understand the mentality of the Egyptian players. They have a lot of talent. And every year they try to focus on some players from Egypt to see if there's a big talent to bring him in Greece. Yes, Petrosis Costa, thank you so much for being thank with you. Me in the Ali channel. Thank you so much. كان معي طبعا Petrosis Costa المذيع في إذاعة سالونيكا اليونانية. آخر سؤال سألته على اللعيبة المحترفة المصرية سواء أحمد حسن كوكا أو شيكابالا أو باسم مرسي, اللي باسم مرسي كان عنده مشكلة مع ناديه وتم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين. كمان أحمد حسن كوكا بيأدي بشكل كويس جدا, لكن هو بيحاول أنه يجيب عدد من الأهداف أكتر علشان المهاجم بيتم الحساب معاه بعدد الأهداف مش بعدد اللقاءات اللي بيشارك فيها. كمان شيكابالا يعني بيأدي بشكل كويس لكن الفريق اللي موجود فيه مش مساعده, لكن بوجود شيكابالا في فرص او في فرصه للنادي في تحسين المركز اللي موجود فيه النادي حاليا. دي كانت مكالمه خاصه ب يعني مكالمه مهمه جدا وخبر مهم جدا خاص بعمرو ورده لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب المنتخب المصري ونادي باوك اليوناني. طيب انا طبعا طبيعي جدا انا عايز اقول بس يعني هتكلم بموضوع او هقول نصيحه لعمرو ورده, واكيد هو يعني اخ اصغر ليا وكنا يعني دايما بنتقابل ودايما كنا موجودين سواء في منتخب مصر تحت 93 او في النادي الاهلي بشكل عام. عمرو ورده اكيد من اللعيبه اللي انا يعني بستمتع لما بتفرج عليها, لكن بره مصر الموضوع مختلف تماما. بره مصر انت لاعب محترف, انت النادي بيكون ليك التزامات وعليك التزامات الواجبات او الالتزامات اللي انا بكون مطالب بيها, ان انا زي ما باخد فلوسي زي ما بقى في اكلي وشربي وعربيتي والبيت اللي انا قاعد فيه كل دول انا باخدهم والنادي مش مقصر معايا. في نفس الوقت النادي ليه عليا حقوق ان انا في الملعب اعمل اللي عليا 100%, ان انا كمان المدير الفني حطني في ال 18 خرجني بره ال 18 حطني في ال 18 ولعبني خلاص هو شايف كده فاعمل اقصى حاجه عندي, حطني على مقاعد البدلاء خلاص ما اتكلمش اكون جاهز في اي وقت هو استعان بيا. فبالتالي انا لاعب محترف, المدير الفني يستعين بيا اهلا وسهلا, ما استعانش بيا بعمل دبل او بعمل مضاعفه للمجهود اللي انا بعمله في التدريب علشان اعرفه ان انا استحق ان انا اكون موجود في مكانه اساسيه. كلنا بنشوف محمد صلاح بيلعب اساسي مع فريق ليفربول بيأدي بشكل رائع جدا, محمد النني مش بيشارك مع فريق ارسنال عمرنا ما سمعنا له مشكله ولا عمرنا سمعنا ان هو دخل في مشاكل مع النادي, بالعكس بيتمرن بدل التمرين مره او مرتين وكمان بيزود على نفسه وبيعرف ايه الناقص اللي هو مش موجود او ايه الناقص اللي مش بتخليه يلعب اساسي وبيزود الكلام ده سواء في تدريبات جماعية أو تدريبات فردية أو تدريبات في صالة الجيمنازيوم. لكن ده يعني عمرو ورده تاني, إن شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك أيا كان المكان اللي أنت موجود فيه. التزامك وسلوكياتك وأخلاقياتك والتزامك داخل الملعب وخارج الملعب هو ده اللي هيجبر المدير الفني إن هو يلاعبك بشكل أساسي غصب عنه. لكن أخشى عليك عمرو من حاجة واحدة فقط, إن كتر المشاكل اللي أنت ممكن تكون بتعملها مع الأندية أو بتكرر نفس المشاكل مع نادي فاوك إن هي تكون حاجة مش كويسة في السي في بتاعك لما تيجي تنتقل من نادي لنادي. ممكن ده لعيب بيعمل مشاكل وبالتالي نبعد عنه مش عايزينه, وممكن يكون بيكون في بعض التليفونات اللي بتتعمل بين نادي لمدير فني علشان يسألوا عن مستواك, فالمدير الفني يتكلم يقول لا أنا ما انصحكمش بالتعاقد معاه. وأنا كمصري واحد بحب عمرو ورده جدا ما احبش إن ده يتقال في حقه ولا احب إن ده يحصل أبدا أبدا فيه, وبالتالي أكيد كلنا عمرو واقفين معاك وكلنا في ظهرك أيا كان إيه المشكلة اللي أنت موجود فيها. لكن في نفس الوقت لازم تنصف نفسك رقم واحد وتنصف إحنا كمصريين رقم اتنين, وإن شاء الله كل التوفيق ليك يا عمرو في مسيرتك الاحترافية. سريعا سريعا بقى نروح للكرة الذهبية ونروح للأحداث اللي هتكون إن شاء الله يوم 3 ديسمبر الإعلان الرسمي عن صاحب الكرة الذهبية. لكن صحيفة لوكيب تعلن عن المرشحين للكرة الذهبية. تعالوا نروح ونشوف أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني. De tous footballeurs, de leur premier crampon chaussé au plus prestigieux trophée soulevé, ils ont tous rêvé d'être Ballon d'Or. Dorénavant, le Ballon d'Or se décline aussi au féminin.
Et le trophée Copa récompensera le meilleur jeune de moins de 21 ans. Cérémonie du Ballon d'Or 2018, le 3 décembre, en direct. كل التوفيق اكيد للاعبنا المصري محمد صلاح بالفوز بجائزه افضل لاعب في الدوري او في الكره الذهبيه بعد ما طبعا حقق ارقام قياسيه الموسم الماضي وكمان بيحقق ارقام قياسيه الموسم الحالي. محمد صلاح واحد من اللعيبه المتالقه دايما زي ما احنا عارفين ان في شقين احنا بنتكلم عليهم كجمهور، الشق الرقمي او الارقام اللي بتتكلم عن اللعيب وكمان المستوى اللي بيؤديه اللاعب، لكن في الاول وفي الاخر هي بتتم عن طريق التصويت، وبالتالي نتمنى ان يتم التصويت لمحمد صلاح للفوز بجائزه البالون دور او افضل أو الكره الذهبيه لافضل لاعب في العالم ان شاء الله. طيب نروح طبعا زي ما اتكلمنا في الاول عن الدوريات الاوروبيه ونعوده الدوريات ان شاء الله من بكره، هنروح لفقره الفيديوهات المنوعه ونشوف مباراه وديه ما بين المنتخب الاردني والمنتخب الهندي في استعدادات لبطوله اسيا، لكن مباراه كانت وديه وكالعاده عامر شفيع كابتن المنتخب الاردني بيسجل هدف من المرمى للمرمى، لكن هنروح نشوف ونتابعه افضل وبعد كده نرجع نعقب عليه. يعني شفنا طبعا عامر شفيع والهدف الرائع اللي احرزه كالعاده، يعني بيبقى في بعض حراس المرمى اللي بيعرفوا يتالقوا بيبقوا دايما في ذاكره التاريخ وفي الموسوعات العالميه في تحطيم الارقام القياسيه، فعامر شفيع بينجح ان هو يخش او يحقق رقم قياسي جديد او حادثه او ظاهره غريبه ان حارس المرمى يسجل هدف من المرمى للمرمى عن طريق زي ما بنقول بلغه الكوره ايد ورجل. لكن زي ما اتكلمنا على خبر ان الفرنس فوتبول اعلنت ان او لسه هنشوف مين اللعيبه المرشحه لجائزه افضل لاعب في العالم، خبر بيقول ان الاكيب اعلنت او سربت خبر ان عدم وجود محمد صلاح ورونالدو وميسي، لكن ده خبر مسرب هنعرف تفاصيل الخبر، لكن اكيد الكره الذهبيه هنشوف يوم 3 ديسمبر هل الكلام ده صحيح ولا لا، لكن اكيد ما نتمناش عدم وجود محمد صلاح، لكن اكيد كلنا عندنا ثقه ان يتم اختيار محمد صلاح من ضمن افضل 3 لعيبه في العالم. مكملين مع الفيديوهات اللي موجوده معانا، و طبعا منتخب البرازيل بقى شكل الاشكال هو منتخب ممتع، منتخب يكون فيه مهارات السامبا، لكن ان يكون فيه التميمه البرازيليه الخاصه بمباراه اورجواي والبرازيل مهارات على اعلى مستوى، وانا اعتقد ان دي يعني ما حضراتكم تشوفوا الفيديو يعني هتعرفوا قد ايه ان فعلا كل ما يمت الى البرازيل بصله هو صاحب موهبه عاليه جدا جدا. تعالوا نشوف ازاي التميمه او اللي بنقول عليها باللغه المصريه الشكل او الكرتون او الدبدوب الخاص بالمنتخب البرازيلي بيعمل بعض المهارات اللي بتبهر الجماهير اللي موجوده قبل بدء مباراه الاورجواي والبرازيل. نرجع نكمل معاكم. ميسي وبول بوجبا الاثنين كانوا في عطلة بسبب ان هم ما كانوش موجودين مع منتخباتهم سواء المنتخب الارجنتيني او المنتخب الفرنسي، كانوا في اجازة الى دولة الامارات الشقيقة وامارة دبي تحديدا، وزي ما احنا عارفين ان موجود في دبي اشهر المطاعم الخاصة به يعني هو طبعا اسمه نصر، ونصر هو من الشيفات او الجزارين المعروفين في تركيا او موجود في اماره دبي، وبالتالي هو معروف جدا انه من اجود المطاعم اللي موجوده اللي بتقدم لحمه للجمهور او الزباين اللي بتبقى موجوده، وبالتالي هو دايما شخصيه موجوده على الانستجرام بشكل عام جدا، وكمان عنده عدد متابعين يتخطوا ال 15 مليون متابع، وكل النجوم بتجيله من كل حته في العالم، مارادونا راح له وميسي وبوجبا وغيره وغيره وغيره، وكمان هو موجود مش بس في تركيا في دبي، موجود في معظم دول العالم، لكن وجود ميسي وبوجبا لفت الانظار بشكل غير طبيعي، وتم تناول الفيديو الخاص ببوجبا وميسي مع نصر على السوشيال ميديا، علشان كده هنتابع ونشوف ازاي تم استقبال بول بوجبا وليونيل ميسي في احد المطاعم اللي موجوده في اماره دبي وازاي كمان
تم تقديم الطعام أو اللحمة المميزة جدا ليهم بشكل خاص. يعني وين روني من الأسامي القوية جدا سواء مع المنتخب الإنجليزي أو سواء مع نادي إيفرتون أو مانشستر يونايتد أو مع فريق دي سي يونايتد الأمريكي، وبالتالي في مباراة الودية الأخيرة للمنتخب الإنجليزي بيبقى موجود وين روني بعد المستويات القوية اللي بيقدمها مع فريقه في ولاية أمريكا. وين روني 120 مباراة ودية، خلاص آخر مباراة بيلعبها مع المنتخب الإنجليزي، وبالتالي كان لازم يكون في تكريم خاص جدا ويليق بالنجم الإنجليزي، النجم الإنجليزي الدولي اللي أمتعنا سواء في بداية ظهوره في بطولة اليورو يورو 2000 أو كمان مع فريق مانشستر يونايتد وقدر يحطم أرقام قياسية سواء مع المنتخب الإنجليزي أو مع فريق مانشستر يونايتد. وين روني من اللعيبة اللي عندها انتماء قوي جدا سواء لمنتخب بلدها أو لأي نادي بيكون موجود فيه سواء نادي إيفرتون أو مانشستر يونايتد أو كمان فريق دي سي يونايتد الأمريكي، بيقدم مستويات بالرغم من أنه يعني بنتكلم في 35 سنة، إلا أن وين روني واحد من أبرز وأقوى رؤوس الحرب أو المهاجمين اللي كانوا موجودين على مر التاريخ. كمان قدر أنه يتفوق بالأرقام على عدد من المهاجمين زي تيدي شيرينغهام وألان شيرر وغيره وغيره من النجوم المميزين في العصر الذهبي للمنتخب الإنجليزي. علشان كده هنشوف إزاي تم تكريم وين روني من قبل الاتحاد الإنجليزي في المباراة الودية الأخيرة لوين روني مع المنتخب. وين روني مواليد 24 أكتوبر 1985، عنده 33 سنة. طيب قبل ما نروح لإحصائيات وين روني، تعالوا نروح بسرعة لمداخلة مهمة جدا جدا عشان نحسم جدال في جائزة البالون دور، ومعايا صحفي من الفرنس فوتبول هو فرانك سايمون. مستر فرانك، هاو ار يو؟ Thank you. I'm okay. I'm fine. I'm in Paris. Yes, thank you so much. First of all, we all heard about the situation or the news that we heard from L'Equipe, that L'Equipe said that Messi and Ronaldo and Mo Salah is out of the best three of the Ballon d'Or. Is it true or just rumors? What I can tell you is that everything is until now is very secret. Yes. Even if L'Equipe, we are part of the same media group with L'Equipe and France Football, but until now everything is very secret. Everything is very closed, and nothing has been said up to now about the situation and the podium, the top three for the Golden Ball Award. Yes, I will translate to the people and I'll be back to you. طبعا سألته في البداية هل الخبر اللي تم تسريبه من صحيفة لكيب هل هو صحيح ولا لا باستبعاد رونالدو وميسي ومحمد صلاح من قائمة أفضل ثلاث لعيبة. هو قال طبعا كل حاجة بتتم داخل فرانس فوتبول هي سرية 100%. Mr. Frank, also I want to know about the event. It will be 3rd of December.
And after the France football has been separated from the FIFA, do you think this is better for both parties, for the FIFA and for France football, or it was better before as FIFA and France football was it was one event by choosing the best three players? Well, if you have my personal opinion, not the opinion from my director, but my opinion is that it was better when we organized it by ourselves. Yes. We had a contract for 6 years with FIFA. Yes. Now it's finished. Now it's the second year when we are alone again. Yes. And I think it's for the best. But FIFA, they organize their own trophy that they call the best. Mm. And we have the Ballon d'Or. Ballon d'Or is historically older. We have started it in the years 1950. And I think it's a trophy that every player on earth wants to win. So I think our trophy is much more important. Mm. And you just have to ask any football player, from Mohamed Salah to Ronaldo or Messi, mm. and they will tell you the same. They want to be the winner of the Golden Ball Award, the Ballon d'Or. Mm. That's all. يعني سألته على إيه اللي كان أفضل، هل انفصال بالون الفرنس فوتبول عن الفيفا وأن كل واحد ينظم الحفلة عن طريقه، ولا الأفضل أنتوا كنتوا الاثنين مع بعض وهي هي حفلة واحدة والموضوع انتهى؟ قال لي لا، كان عندنا عقد مع الفيفا لمدة 6 سنوات والعقد انتهى، وبالتالي دي إحنا نفضل أن إحنا يعني ما تمش تجديد العقد ونحن ننظم الايفنت بنفسنا او الحفله بنفسنا. دي تاني سنه على التوالي ننظم الحفله، ونحن شايفين ان احنا ناجحين في تنظيم جائزه مهمه جدا جدا. Mr. Frank, I want to know from you the rules and the regulations of how the best player or the third or the three players they can choose by who or what they can do for choosing the best player in the whole world. Who has the right to vote on this? Actually, we have picked one journalist per country. There is one journalist per country. Yes. For instance, Egypt has one journalist, one panelist to vote every year. That journalist is Madame Inas Mazar. Yes. From Al Aram Media Group. And she represents the media for Egypt. Huh? There's one journalist for every country that we yes. select. Five names, and we'll send the name to our director that will keep all the results secret until the final day. طبعا سألته على مين هو ليه حق التصويت في اختيار اللعيبة. طبعا اتكلم وقال ان بنتكلم على الصحفيين وبيتكلم على مصر، وخاص ان في طبعا الاستاذة ايناس مظهر هي اللي ليها من مصر حق التصويت في جائزة افضل لاعب في العالم، وهي اللي من مصر هنا عشان نكون بس واضحين، هي اللي من مصر تم او هي اللي اتحطت في موقع التصويت الخاص بجائزة أفضل لاعب في العالم الخاصة بالفرنس فوتبول. Mr. Frank, finally, I want to know what is your expectations. I know it's hard questions, but I want to know from you, what do you think? Do you think that Mo Salah has a good chances to be in the top three, or it's hard to say something like this before the final announcement of the France football event? Well, my personal opinion is that it's difficult. Yes. Even if I like Mohamed Salah very much. I've yes. Been, thank you. Different times. He's a great player. But because of the criteria for the vote, it's difficult for Mohamed because he didn't win the Champions League with his club. And also, he didn't go very far in the World Cup competition. Mm. Those two events were the most important events where the media, the world media, could give points to him. For his talent, for his skills, of course, he would deserve to be part of the top 10. And I hope that Mohamed Salah will be part of the top 10. Mm. But I don't know. I don't have any official information. And my chief editor doesn't show me the his file with all the results and all the points. It's very secret. Yes. In my heart, I hope that Mohamed Salah will be in the top 10 and maybe top 5. Why not? It would be yes. fantastic because he's such a great character and a great player. I will ask you also a question, and I want to know from you the answer.
Do you think that Luka Modric deserve to be the best player in the FIFA awards and also the best player in Europe? I want just your opinion, your personal opinion, not what happened. Do you think that he deserved to be the best player in the world, Luka Modric, in the FIFA awards or even in the European awards? You know that I'm a French citizen, so obviously I wish the winner of these trophies, European and the other one, was a French player, because the French men won the blue national team, they won the World Cup. Yes, true, so I agree. Yeah, you see, so for me, I wish that it was another player, it was a Frenchman. So definitely, my wish is that a Frenchman will get the most prestigious trophy in 3 days' time. But you never know, because you have something like, let's say, 190 journalists voting. So everyone makes his own choice. So then you count all the points. So maybe some will give points to the French player, some will give points to Mohamed Salah, some will give points to Modric. So it's difficult, because you have so many talented players. Yes, The players who won 5 times the Golden Ball Award, like Messi, like Cristiano Ronaldo. So once again, it's very difficult to give you a promise of what could happen. But in my heart, I hope it will be a Frenchman. Yes. Of course. Yeah, Mr. Frank Simon, thank you so much for your time. And of course, good luck for you and your journalism, France Football, on your event on the 3rd of December for choosing the best player in the world on the Ballon d'Or. Thank you so much. كان معايا مستر فرانك سايمون صحفي بجريدة فرانس فوتبول اللي طبعا بتنظم حفلة جائزة أفضل لاعب في العالم اللي هيكون يوم 3 ديسمبر إن شاء الله. آخر سؤال سألته له، أنا كنت بسأله على فرص محمد صلاح، هل تعتقد أن محمد صلاح ممكن يكون موجود من أفضل 3 لعيبة في العالم؟ قال لي صعب من وجهة نظره، أن محمد صلاح مع المنتخب المصري ما حققش نتائج جيدة، وكمان مع فريقه ما كسبش دوري الأبطال، وبالتالي صعب ان يكون موجود، انه ممكن يكون موجود في افضل 3، ممكن يكون موجود من افضل 5. لكن سالته سؤال كان تاني، قلت له هل تعتقد ان او كنت شايف وجهه نظرك في اختيار مودريتش افضل لاعب في اوروبا او افضل لاعب في العالم؟ قال لي طبعا انا بالنسبه لي هو اختيار مش وحش، لكن لوكا مودريتش ومحمد صلاح ورونالدو ميسي كلهم مواهب على اعلى مستوى، لكن على المستوى الشخصي انا اتمنى فوز لاعب فرنسي، كوني طبعا ان انا فرنسي الجنسيه، انه يفوز بجائزه افضل لاعب في العالم. ده كانت مداخله بخصوص خبر لكيب عن تسريب خبر افضل لاعب في العالم مع فرانك سيمون الصحفي من فرانس فوتبول. هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل معاكم باقي الفيديوهات اللي موجوده في حلقه اليوم من وورلد سبورتس. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الجزء الاخير من وورلد سبورتس على قناه النادي الاهلي. زي ما كنا بنتكلم على وين روني وعلى تكريمه دوليا وازاي ان هو اتكرم دوليا، هيبقى معانا تكريم تيم كاهل، لكن هنتابع بس معاكم قبل ما نروح لتيم كاهل وتكريمه عشان معاه ارقام كثيره جدا. هنتكلم على تيم كاهل واعتزاله لاعب كره القدم. هنتابع معاكم ترتيب الجداول للدوريات الكبرى، ونبدا معاكم بالدوري الانجليزي ونشوف ونتابع موقف مانشستر سيتي في المركز الاول ب 32 نقطة، ليفربول عنده 30 نقطة، وتشيلسي 28 نقطة، وتوتنهام هوتسبيرز في المركز الرابع 27 نقطة، أما المركز الخامس فريق أرسنال ب 24 نقطة. نروح للدوري الإسباني. برشلونة في المركز الأول 24 نقطة، أشبيلية في المركز الثاني ب 23 نقطة، أما أتلتيكو مدريد في المركز الثالث ب 23 نقطة، وديبورتيفو ألافيس في المركز الرابع ب 23 نقطة، أما المركز الخامس إسبانيول ب 21 نقطة. نروح للدوري الإيطالي. يوفنتوس في المركز الأول 34 نقطة، نابولي مركز ثاني 28 نقطة،
وإنتر ميلان 25 نقطة، ولاتسيو في المركز الرابع 22 نقطة، وإي سي ميلان في المركز الخامس ب 21 نقطة. نروح الدوري الألماني ونشوف بروسيا دورتموند في المركز الأول 27 نقطة، يليهم بروسيا مونشنجلادباخ مركز ثاني 23 نقطة، وفريق لايبزيج 22 نقطة في المركز الثالث، وأينتراخت فرانكفورت في المركز الرابع 20 نقطة، وأخيرا بايرن ميونخ في المركز الخامس ب 20 نقطة. وأخيرا الدوري الفرنسي، وفريق سان جيرمان 39 نقطة مركز أول، ليل مركز ثاني 26 نقطة، ومونبلييه 25 نقطة، وليون 24، وآخر مركز الخامس سان تيتيان 23 نقطة. هنكمل معاكم زي ما قلنا على زي ما قلنا وين روني واعتزاله دوليا وتكريمه أيضا. تيم كاهل واحد من نجوم المنتخب الأسترالي اللي تألقوا في الملاعب العالمية بيعلن اعتزاله رسميا كرة القدم. تيم كاهل مواليد 6 ديسمبر 1979 عنده 38 سنة، بعد أيام قليلة هيتم 39 سنة. وطبعا لعب في الدوري الانجليزي في نادي ايفرتون من 2004 ل 2012، شارك في 226 مباراه مع نادي ايفرتون، سجل فيهم 56 هدف. بعديها طبعا رجع تاني لاستراليا، سواء ان هو لعب في امريكا كمان قبل استراليا في فريق نيويورك ريد بولز، او في الصين في فريق شانغهاي وجوانزو قبل ما يرجع لميلبورن سيتي وبعديها الميلوال، وبعد كده بيختم مشواره مع فريق جيمس بور الاسترالي. مع منتخب استراليا تيم كاهل شارك فيه 108 مباراه دوليه، سجل فيهم 50 هدف، وبيعلن رسميا الاسبوع الماضي ان هو هيعتزل لعبه كره القدم. تعالوا نروح ونشوف ونتابع يعني مشاعر تيم كاهل في اخر يوم ليه في الملاعب العالميه في الدوري الاسترالي. نرجع نكمل معاكم. وده كان اعتزال او اعلان اعتزال تيم كاهل كره القدم من خلال مباراه استراليا واليابان، في زي ما احنا شفنا يعني مشهد اكيد ما فيش حد من لاعب كره قدم بيكون مستني اللحظه دي او ما بيتوقعش ان بيجي عليه اليوم اللي بتنتهي علاقته بلعبه كره القدم. طيب زي ما اتكلمنا في الاول على احداث مباراه بكره ان شاء الله ما بين فريق بوكا جونيورز وريفر بليت في مباراه العوده في نهائي كاس الكوبا ليبرتادورس، واللي انتهت المباراه الاولى بتعادل الفريقين 2-2. بوكا جونيورز كان عنده دعم كبير جدا جدا من الجمهور، 50,000 متفرج داخل الملعب و5,000 بره الملعب. ممكن كتير يكونوا بيتفرج عليا بيقول لي يا سلام، يعني ازاي الكلام ده حقيقي؟ ازاي ممكن يكون 50,000 متفرج موجود في الملعب في تدريب عادي جدا لفريق؟ طبعا النادي الاهلي من الفرق اللي ما فيش شك للجمهور بتاعها بيكون موجود في اي مباراه لما بيكون مفتوح فيها التواجد الجماهيري، بنلاقي مدرجات النادي الاهلي ممتلئه عن اخرها، والكلام بيشهد على اللي انا بقوله، او التاريخ بيشهد على اللي انا بقوله، والفيديوهات وزي ما احنا عارفين والصور والكلام اللي كان بيثار فيها الفتره الاخيره من وجود الجمهور مع النادي الاهلي، ودايما حاجه مش غريبه على جمهور النادي الاهلي. لكن تعالوا نروح ونشوف ونتابع جمهور بوكا جونيورز كان عامل ازاي في المدرجات، وازاي هو هيكون اللاعب رقم واحد مش 12 بالنسبة لفريق بوكا جونيورز قبل مباراة بكرة أمام فريق ريفر بليت. نرجع نكمل معاك. أكيد مباراة البرازيل ومباراة أوروجواي اللي كانت موجودة في إنجلترا اللي كانت طبعا بيتم لعبها أو استضافتها في إنجلترا، بعد المباراة أكيد في بعض البرازيليين اللي كانوا عايشين أو اللي عايشين في إنجلترا اللي كانوا حابين إن هم يلتقطوا بعض الصور مع نجوم المنتخب البرازيلي، وبالتالي طبعا بيكون الموضوع مختلف لما تلعب مباراة خارج ملعبك، بتلعب مباراة مع جمهور عايش في أو متغرب هيجي يتفرج عليك، أكيد الوضع بيكون مختلف، فبتقبل أو بتروح للجمهور بتسلم عليه بتتصور معاه، وطبعا دي ثقافة جيدة جدا ما بين لاعبي كرة القدم وبين الجمهور اللي موجود اللي جاي يتفرج عليك علشان يستمتع
بمنتخب بلاده اللي مش بيعرف يشوفه في البرازيل، وبالتالي جات له الفرصه ان هو يكون موجود في انجلترا علشان يتابع. تعالوا نشوف ازاي الجمهور اتعامل وازاي طلب التصوير وبعض الامضاءات من لاعبي منتخب البرازيل، ونرجع نكمل معاكم. يعني وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من وورلد سبورتس. زي ما يعني ما حضراتكم متعودين او احنا متعودين، الوقت دايما معاكم بيجري بسرعه جدا جدا، لكن ان شاء الله هنكون موجودين معاكم يوم الجمعه القادم في نفس الميعاد الساعه 5. ان شاء الله هنكون موجودين معاكم من 5 6 ونص الجمعه القادمه. بشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله نشوفكم يوم الجمعه على خير، نشوفكم على الف مليون خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.